حضراتكم في المؤتمر السنوي لقسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة بالاشتراك مع قسم الأمراض البطنة. وهنبتدي على طول أول سيشنز الأستاذة الدكتورة غادة الخطيب، هتكلمنا عن approach to management of diabetes mellitus in chronic liver disease. تفضلي دكتورة غادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مع حضرتك النهارده عن الابروتش تو دايابيتس مانجمنت ان بيشنت ويز كرونيك ليفر ديزيز. الحقيقه ده موضوع من الموضوعات المهمه اللي احنا بنقابلها. معظم البيشنت اللي احنا بنقابلهم سواء دايابيتك بيبقى عندهم نوع من الكرونيك ليفر ديزيز، اشهرها طبعا الناش والفاتي ليفر. زي ما احنا عارفين ان هو الدايابيتس بتبقى اسوشيتد ويز كرونيك ليفر ديزيز. زي ما احنا قلنا ان الكرونيك ليفر ديزيز والدايابيتس ا كومن كونديشن اوفن كو اكزيست ان ذا سيم بيشنت اند مي هاف ا شيرد باثوجينيسيس. دايابيتس از هايلي بريفالنت ان بيشنت ويز سيروزس اند از اندبندنت ريسك فاكتور فور بور بروجنوزس. وكمان الدايابيتس اسوشيتد ويز ا ميجر كومبليكيشن اوف سيروزس، منها ممكن يحصل اسايتس والانكفالوباسي، رينال ديسفانكشن، بكتيريال انفكشن اند هيباتوسيلر كارسينوما. دايما المانجمنت اوف دايابيتس في البيشنت ويز كرونيك ليفر ديزيز از تشالنجينج، لان العيان بيبقى عرضه ان هو ممكن يدخل مني في هايبوجلايسيميا، العيان ممكن يبقى عنده نوع من الرينال افكشن، ممكن يبقى كمان في اولترد في الديستريبيوشن والميتابوليزم اوف دراج يوزد في المانجمنت اوف دايابيتس. طيب ايه هو البريفالنس اوف دايابيتس ان كرونيك ليفر ديزيز؟ الحقيقه اكوردنج لي ريسنت سيستميك ريفيو ميتا اناليسيز اتعملت على سنه 1979 لسنة 2017، كانت الميتا أناليسيس دي بتقول إن between 20 and 60% of the patient with liver cirrhosis may have overt diabetes mellitus، وكمان from 60 to 80% may have impaired glucose tolerance و close to 100% of insulin resistance. Prevalence of impaired glucose hemostasis seems to be increased by severity of chronic liver disease. والبريفالنس اوف تايب 2 دايابيتس اند هارت ديزيز ان كومبنسيتد ليفر سيروزس ديترمايند ان 19 اند 21.5% ريسبكتيفلي. اخر حاجه ان البريفالنس اوف دايابيتس لقيوا ان هو كمان هاير في البيشنت ويز ناش، هيباتيتس سي فيروس انفكشن، هيريديتري هيموكروماتوزيس اند الكحوليزم. الباثوفيسيولوجي، الباثوفيسيولوجي ريليشن شيب بتوين دايابيتس اند ليفر سيروزس از اباي دايركشنال. ان وان سايد ممكن نلاقي التايب 2 دايابيتس ممكن تؤدي ليفر ديزيز ان كونتكست اوف ميتابوليك سندروم اند نافلد، وفي الاذر سايد الليفر سيروزس از ا دايابيتوجينيك كونديشن. ده الفيجر ده بيبين لنا اللي هو الهيباتوجينس دايابيتس بيحصل فيها نوع من الانسولين ريزيستنس سواء دايركتلي او اندايركتلي عن طريق امبيرد الجلوكوز ميتابوليزم عن طريق المصل. كمان بيبقى فيه نوع من الهايبر انسولينيميا، وده ناتج عن ان العيان فيه زياده في البورتو سيستميك شنط وفي ديكريز للكليرنس اوف ذا انسولين. الاثنين دول هيؤدي الهيباتوجينس دايابيتس. مع البروجريشن اوف ذا دايابيتس هنلاقي فيه كمان ديكريز في البيتا سيل سنسيتيفيتي للانسولين، وديكريز البيتا سيل سنسيتيفيتي نتيجه للجلوكوتوكسيسيتي ونتيجه للريدكشن اوف ذا انسولين جروث فاكتور 1. المانجمنت اوف دايابيتس في البيشنت ويز ليفر سيروزس دايما بيبقى تشالنجينج، وانا عايزه اركز على لان دي من الحاجات المهمه في المحاضره بتاعتي. اول حاجه ليه دايما بيبقى تشالنجينج؟ لان دايما بيبقى عندي في البدايه ديفيكالت في الدايجنوزس. اول حاجه ديفيكالت في الدايجنوزس والمونيتورنج، انا عندي العيان بيبقى عنده الفاستنج بلاد جلوكوز بيبقى لو، وده نتيجه لان بيحصل ديكريز للجلوكونوجينيسيس والجلايكوجين ستورج. بيبقى كمان الاتش بي 1 سي فولسلي ممكن يبقى لو نتيجه للشورت لايف سبان اوف ذا ار بي سيز، نتيجه للهوموليسيز اللي بتحصل، نتيجه للهايبرسبلينيزم، او نتيجه للبلاد لوس فروم ذا جي اي تي بليدنج. الكوجنيتيف امبيرمنت اللي انا بلاقيه في عيان الليفر ممكن ينسى الجرعه، ينسى يعمل كالكوليشن للانسولين دوز، ينسى اصلا الساينز اوف هايبوجلايسيميا، ينسى اصلا ان هو الميلز بتاعته.
رقم ثلاثة بيحصل reduced للإنسولين كليرنس والريسك أوف هايبوغليسيميا، reduced إنسولين كليرنس نتيجة اللص للهيباتيك ماس والبورتو سيستيميك شنط بيخلي السيروتيك بيشنت عنده ريسك أوف هايبوغليسيميا. رقم أربعة ودي المهمة جدا، بيحصل altered في الدراج ميتابوليزم ديستريبيوشن اند اكسكريشن نتيجة لأن بيحصل decrease للأكتيفيتي أوف سيتوكروم بي 450، وكمان بيبقى فيه نوع من الهايبو ألبومينيميا نتيجة للديليوشن فروم ذا فلويد ريتنشن، ودي بتزود الفري بلازما كونسنتريشن أوف بروتين باوند دراج. آخر حاجة الكوليستيزيس بتعمل امباكت على الدراج كليرنس. رينال ديسفانكشن ممكن تحصل في السيروتيك ليفر وممكن تؤدي لريسك اوف لاكتيك اسيدوزيس لو انا العيان ده كمان بستعمل معاه ميتفورمين. المال نيوتريشن والساركوبينيا وكمان السيفتي اوف اورال هايبوغلايسيميك دراج بيبقى العيان عرضه للهيباتوتوكسيسيتي من الدراجز دي، مش كل الدراجز دي بتبقى سيف في الليفر. طيب هاو تو دايجنوز اند مونيتور دايابيتس ان سيروتيك بيشنت؟ انا مش هعتمد على الفاستنج بلاد جلوكوز ومش هعتمد على الاي 1 سي لان احنا قلنا الاي 1 سي ممكن يبقى فولس للو لاسباب احنا ذكرناها، لكن احنا هنشخص بحاجتين، حاجه اسمها الاورال جلوكوز تولرانس تيست 75 جرام من الجلوكوز مع 2 اور بلازما جلوكوز فاليو از ريكومندد فور دايجنوز، وبعد كده بنعمل فريكوينت مونيتورنج اوف ذا بلاد جلوكوز. طيب ايه هو التارجت بتاعي في البلاد جلوكوز وانا بتابع الدايابيتس في السيروتيك بيشنت اكوردنج للتشايلد تشايلد بوف كلاسيفيكيشن؟ عندي على حسب لو هو بريزيرفد A يبقى انا بتابع الـ A1C according للجايد لاين الـ ADA والـ ASCD، لو هو في slightly impaired of the liver function بعمل continuous glucose monitoring، لكن لو العيان moderately أو severely impaired of the liver function لا انا مش بتابع بالـ A1C، يعني ده دي compensated patient بعمل self monitoring of the blood glucose، ولو العيان ده على insulin therapy المفروض انا التارجت بتاعي في البريبرانديال انسولين يكون من 100 ل 200 ملي جرام بير ديسيليتر. الاسسمنت اوف نيوتريشنال ستيتس مهم جدا، اللايف ستايل موديفيكيشن من الحاجات اللي انا ببدا بيها المانجمنت بتاعي، مهم جدا ان انا احسن الساركوبينيا، مهم جدا ان انا فيفور الويت لوس، مهم جدا ان انا ادفايس البيشنت بمودريت اكسرسايز من 150 ل 300 مينت، فيزيكال اكتيفيتي 3 تو 5 سيشن، وان انا انهانس البيشنت ويت ريدكشن من 5 تو 10% في الاوبيس بيشنت. النيوتريشنال بلاننج ده هتبقى فيه سيشن كامله عليه، انا هختصره في حاجتين مهمين جدا، ان النيوتريشنال ريكويرمنت في السيروتيك في الدايبيتيك كالوريك انتيك المفروض من 35 ل 40 كيلو كالوري بالكيلوغرام بير داي، الديلي بروتين ريكويرمنت 1.2 جرام بالكيلوغرام في الوجوه عدم وجوه في الابسنس اوف مال نيوتريشن 1.5 جرام بير كي جي في بريزنس اوف مال نيوتريشن. بنصح العيان بمالتيبل سمول فريكوينت ميلز بتبقى هاي بروتين بريكفاست وبيبقى الايفنينج سناكس اوف كومبلكس كربوهيدرات من الحاجات اللي ريكومندد. البروسيسد فود اند البيفرج من الحاجات الكونترا انديكيتد خاصه لو هي هاي بالفركتوز. نيجي لاهم نقطه اللي حضراتكم مستنيينها اللي هو الفارماكولوجيكال اوبشن فور تريتمنت اوف دايابيتس ميليتس ان بيشنت ويز سيروزيس. قبل ما اتكلم عنها هننوه بس الهيباتيك ميتابوليزم بتاع اللي هو الدايابيتيك دراج، عندي البايجوانايد الهيباتيك ميتابوليزم انسيجنيفيكانت، السلفونايل يوريا لارجري ميتابوليزم في الليفر، التي زي ديز اكستنسيف، الدي دي بي 4 انسيجنيفيكانت، وال اي جي اي نيجليجابل، والاس جي ال 2 extensive hepatic metabolism to inactive metabolite. من الأدوية الكومن اللي أنا بستخدمها عندي الميتفورمين، ده يعتبر widely used ومن الحاجات اللي أنا recommended في management of diabetes هو والبايوجليتازون. هنتكلم عن استخدامهم أول حاجة في الفاتي ليفر، عندي الميتفورمين useful في النافلد لكن not for NASH، وبالنسبة للتيزيديز useful for نافلد and NASH. نيجي بقى استخدامهم في اللي هو ليفر سيروزيس، لو تشايلد A يبقى الميتفورمين allowed في تشايلد A هو والتيزيديز، نيجي للتشايلد بوف كلاس B allowed with dose reduction والبايوجليتازون كونترا انديكيتد، اما لتشايلد C الاثنين كونترا انديكيتد. نيجي بقى المجموعه زي السلفونايل يوريا، انا مش هينفع استخدمها في الفاتي ليفر لكن هنشوف استخدامها في الليفر سيروزيس من الحاجات اللي بتعمل هايبوغليسيميا، لذلك بيبقى كوشسلي استخدم مجموعه السلفونايل يوريا ونحط تحتها خطين ثلاثه. عندي اشهر حاجه الجليبنكلامايد نوت ريكومندد حتى في كلاس A، اما الجليمبرايد والجليكلازايد والجليبيزايد اللاود ويز كوشن. نيجي بعد كده تشايلد بي اند تشايلد سي الاثنين كونترا انديكيتد، سواء الجليبنكلامايد جليمبرايد جليكلازايد كل السلفونايل يوريا.
الميجلينا تايد او ريبجلانايد مش بنستخدمه كتير، لكن برضو اللود ويسكوشن في كلاس A نوت ريكومندد اند كونترا انديكيتد في كلاس B اند كلاس C. الدي دي بي 4 انهبيتور من الحاجات اللي هي وايدلي يوزد سواء بلين او ان كومباينيشن مع الميتفورمين. الدي دي بي 4 الليفر اكسبريس الدي دي بي 4 تو هاير ديجري، والريسنت اكيوميليتنج داتا سجستد ذات الدي دي بي 4 انفولفد ان ذا ديفلوبمنت اوف فيريس كورونيك ليفر ديزيز ساتش از هيباتايتس سي انفكشن نافلد اند هيباتسيلر كارسينوما ايفن بيفور ديفلوبمنت اوف دايابيتس. Hepatic DDP4 expression in NAFLD may be directly associated with hepatic lipogenesis and liver injury. عشان كده كان في كلام هل DDP4 ممكن تعمل overcome the challenge في NAFLD and NASH. زي ما احنا شايفين DDP4 according to guideline ممكن يبقى useful في NAFLD. بس هنيجي نسأل سؤال مهم جدا، Are all DDP4 inhibitors the same؟ هل كلهم زي بعض؟ الدراسات اتعملت أكتر على مجموعة مهمة جدا بنستخدمها، مجموعة السيتاجليبتين. ودي دراسه كانت اتعملت عن السيتاجليبتين واستخدامه في الناش في البيشنت ويز تايب 2 دايابيتس، هل هو بيحسن الجلايسيميك كنترول، هل بيحسن الليفر انزيم. بعد 16 ويك من الدراسه لقيوا ان الاي سي تي والاي ال تي اتحسنوا وكمان الاي 1 سي اتحسن، فقال لك ان السيتاجليبتين واحده من الدي دي بي 4 اللي هي نوت وورث كانديديت ايجنت فور تريتمنت اوف نافلد. برضه تأثيره في النان الكحوليك استياتو هيباتيتس لقي ان هو بيحسن الاستياتوزس وبيحسن كمان الناش سكور وبيحسن الليفر انزيم. الافيكاسي والسيفتي بتاعته في الكورونيك ليفر ديزيز انديوزد باي هيباتيتس سي فيروس لقيوا برضه ان السيتاجليبتين افكتيف اند سيف فور ذا تريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس كومبليكيتد ويز هيباتيتس سي فيروس بوزيتيف كورونيك ليفر ديزيز. تأثيره في الهيباتيك هيستولوجي اكتيفيتي والفايبروزيس اوف نان الكحوليك استياتو هيباتيتس بعد 1 يير، ده قبل ما استخدم السيتاجليبتين، الصوره اللي قدام حضراتكم، وده سنه بعد استخدام السيتاجليبتين لقيوا ان السيتاجليبتين 100 بيحسن النافلد سكور وكمان بيحسن الجلايسيميك كنترول. استخدام السيتاجليبتين بستخدمه في المايلد والمودريت هيباتيك امبيرمنت، وبستخدمه كمان في المايلد والمودريت رينال امبيرمنت والسيفير رينال امبيرمنت بدوس 25 والاند ستيج رينال ديزيز وهيمو دياليسيز وكمان في الالدر لاكثر من 65. ده مجموعه الدي دي بي 4 كلنا اشهرها طبعا السيتا اللاود في تشايلد اي وتشايلد بي وكونترا انديكيتد في تشايلد سي، والفيلداجليبتين كونترا انديكيتد في تشايلد اي وبي وسي، والساكسا واللينا والالوجليبتين اللاود في اي وبي وكونترا انديكيتد في سي. اخر مجموعه هتكلم عنها اللي هو الجي ال بي 1 وده يوسفول فور نافلد اند ناش ودي انجكتابل ثيرابي، اشهرهم طبعا اللي هو ليرا جلوتايد والدولا جلوتايد في كلهم ابروفد في تشايلد اي، لكن الاكزيناتايد والليرا جلوتايد كونترا انديكيتد في تشايلد بي، والباقيين الاكسيناتايد والاكزيناتايد والدولا جلوتايد والسيما جلوتايد كونترا انديكيتد في تشايلد سي بس. اخر حاجه الاس جي ال تي 2 يوسفول فور نافلد برضه والاود في تشايلد اي ويوزد ويسكوشن في تشايلد بي وكونترا انديكيتد في تشايلد سي. اخر حاجه الانسولين ثيرابي، الانسولين ثيرابي انا بستخدمه عادي في عيان السروزس، ممكن استخدم البيزل بولس عادي، لكن هو يفضل في العيانين دول انا لو هستخدم البراندي الانسولين عشان ما ادخلش في هايبوجلايسيميا او اقل بستخدم مجموعه الانالوج اللي هو الانسولين اسبارت والهيمالوجز والمعروف في السوق باسم الابيدرا والنوفورابيد، والحاجات دي بتبقى سيف اكتر من المجموعه الثانيه اللي هي الشورت اكتنج. باختصار شديد عيان تايب 2 دايابيتس جاي لك من البدايه هتشوفه دي كومبنسيتد ولا كومبنسيتد، لو دي كومبنسيتد انت هتدي العيان ده لونج اكتنج انسولين ويز او ويزاوت رابيد اكتنج انسولين انالوج، لكن العيان كومبنسيتد احنا تيلورد التريتمنت اكوردنج ذا بيشنت، مش على اي واحد هدي له علاج وخلاص، العيان ده عنده اوبيزيتي، العيان ده في مشكله ما ثانيه رينال افكشن هيباتيك امبيرمنت، كل ده بناخد بالنا منه. اخر حاجه هتكلم عنها الدوز، طب انا هدي جرعات قد ايه؟ الحقيقه اللي اتكلموا عنهم بس عندي البايجوانايدز والتيزيديز والجي ال بي 1 ما فيش دوز ادجستمنت، لكن البايجوانايد اللي هو مجموعه الميتفورمين معايا لحد 1500، مجموعه التيزيديز البايوجليتازون معايا لحد 30 مللي جرام، لو انا بستعمل انسولين بعمل ريدكشن للدوز 25%، بقيه الحاجات ما فيش دوز ادجستمنت، لو سلفونايل يوريا هاف ذا دوز بقلل الجرعه للنص وتابع العيان.
To conclude my presentation, diabetes and chronic liver disease frequently coexist. Diabetes is a risk factor for poor outcome in patients with chronic liver disease and increases morbidity and mortality rates. However, there is no randomized trial evidence to suggest that improved metabolic indices affect outcome. A number of anti-hyperglycemic therapy are contraindicated or must be used with caution in patients with chronic liver disease. Management of patients with diabetes and chronic liver disease may be improved by multidisciplinary approach. Thank you.